الموهبة سلاح يستخدمه الإنسان في العمل وطلب الرزق، والأجمل أن يقترن بالإبداع والإنجاز، كما تفعل هذه الفنانة التشكيلية السعودية التي رسمت الحرم المكي الشريف بطريقة التجريد في مرسمها في معرض المستثمرات من المنزل منتجون خمسة. احنا تجاوزنا 50,000 الى يوم امس بالنسبة لحضور المعرض. الميزة السنة المعرض هذا التنوع الكبير في الانشطة، معنا 600 جناح في مختلف الانشطة، اسر، اعمال ابداعية، شيء منتجات غير عادية في بعض الاجنحة. الحقيقة انه انا اتوقع انها ممكن تتحول إلى منتجات أو مؤسسات مباشرة من الآن، لو تخرج تفتح مؤسسة نتوقع لها النجاح. أبرار فنانة تشكيلية ترسم بأساليب مختلفة وتغمس ريشتها في حبر الوطن، راسمة ملك الحزم وولي عهد العزم، قادة هذه البلاد الغالية. ما يحوي ركني وفني أرسم بورتريه بطريقة البوب آرت، وأرسم بورتريه بطريقة واقعية، أستخدم ألوان الأكريليك، ممكن أرسم صور تجريدية تعبيرية تكون تعبر عن نوع، يعني عن مشاكل معينة، أو ممكن تكون يعني مواقف تصير حاصلة بوقت معين ممكن أعبر فيها بلوحات. تصميم الأزياء حاضر في المعرض الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص استثمارية تبدأ صغيرة وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح. اشتركت في أكثر من معرض، أما يكون بالرياض أو خارج الرياض أو خارج السعودية بعد. الحمد لله المعارض جدا جميلة. معرض منتجون خمسة يتبنى رائدات الأعمال الناشئات ويعمل على تقديم الدعم اللازم للمستثمرات من المنزل وإتاحة الفرصة أمامهن لتسويق منتجاتهن وربطهن بالجمهور ورجال الأعمال الراغبين في تشجيع استثماراتهن. عبد العزيز السنيد، الإخبارية، الرياض.